الذكرى 63 لأحداث ساقية سيدي يوسف، مناسبة نستحضر من خلالها مخطط المستعمر الفرنسي للقضاء على الثورة الجزائرية بضرب نقاط قوتها، فالمنطقة كانت نقطة مهمة لعبور السلاح والذخيرة. ساقية سيدي يوسف وما يحيط بها البيريفيريك يعني منطقة عسكرية بامتياز، فهذه المنطقة أصبحت كابوساً وشوكة بالنسبة للجيش الفرنسي، أراد تكسير هذه المنطقة أو هذه القاعدة كونها هي العدسة اللامة لبقية المناطق الأخرى. بهذا الشيء حاولت فرنسا العدوان على هذه المنطقة لإرباكها وإرباك الجيش الجزائري في تونس. صالح بن قبي أحد المجاهدين الذين عايشوا تلك المرحلة يقول في شهادته عن المجزرة الاستعمارية في حق أهالي القرية التونسية الحدودية بأنها كانت محاولة فاشلة للقضاء على الثورة في حدودها الشرقية. شاءت الأقدار أن هذا الحادث نتاع البصمة وقع عندما بدأت الثورة يعني تنشر الهياكل نتاعها القيادية سواء من في المجال السياسي أو الإعلامي أو حتى العسكري، يعني في البلدان المجاورة مباشرة من بينها تونس. المطاردة للثورة الجزائرية كانت سواء في ساقية سيدي يوسف أو في في المغرب أو في كل مكان، مديرين تاعها كوموندو يعني يتابعوا القيادات الجزائرية عبر العالم. أحداث ساقية سيدي يوسف محطة أخرى تظهر عمق التضامن بين الشعبين الجزائري والتونسي ضد الاستعمار الغاشم.